كيت اخوي كيت اخوي لا لا ماي جاد يا انا نطلع نحب الدقان بس هذه الفكرة بكل بساطة خالد في أشياء بيسوني يعني يقولي سوي كذا وكذا كذا فحنا راح نحب الفعل بس هذه بساطة نطلع من الجيب من أنت مين يا أبوي أنت مين يا أبوي ما أخذت سكري لا حبيبي أنت مين سكري أنا أخذت استهتر عليك هذا مين أنا هنا أنا مكان حبيبي رح بيت خلني يا مخبر انت مين انت مين لا لا برسبه انت مين انا ركان شبي ذا حبيبي انت مين وش كودي ايش وش كودي انا اوكي بيبي هذا مين يومي تعرف كنت ترى مو وينك اليوم اليوم دق عليك ليش ما ترد جاي انا والله كنت انت مين يا وين خالد هذا مين انت مين اصلا انا ما اعرفك بس ارجع لك الحين دقيقة على أساس إن أنا طالع أحبك في العالم تحب البنت تقريبا الله يكلا أم القهوة حياك مرة هذا أخوي ريان يا أخوان إيش بعض عين إيش بعض أوجد فروق السبع يلا طبعا هو أجمل مني دقيقة بعيد عن أسمع ناقص شيء واحد طقم بنات نخرجون نطق نفس الطقم ندهن بقر طيب يا اسمع ريان خطك انت اسمع تدخل انت الان محلاك اللي يحلق عنده الدايم تدخل عنده طبيعي تقول له السلام عليكم كيف حالك نزل عنك بسم الله ادخل كذا كانك انا اعرف كذا ما يدري ايش السالفه طبيعي كانه طبيعي فهمت نلخمه جاهز جاهزين يلا بسم الله السلام عليكم اهلا كيف حالك شكرا لك كيف الحال طيبين وينك موجود والله انا موجود بينك يلا موجودين بسم الله يلا حلقنا كيف الحال الحمد لله وينك زمان ما يجي موجود موجود طيب ريان الان خلص علاقه على اساس ايش ان انا بدخل انا بسلم على الحلاق نفس الشيء نفس السيناريو بيصير بالضبط بندخل نسلم بنشوف رده فعله فهمت يلا بسم الله السلام عليكم حياك الله كيف حالك؟ الحمد لله فاضي الآن؟ ايش يبغى؟ محلق؟ ايش حالك؟ الحين؟ محلق؟ ايش فيك؟ يلا وش فيك؟ ايش فيك يا؟ ايش يبغى؟ الحين حلق انت؟ انا حلقت قبل شوية؟ ايش فيك انت مدين شكلك مشبع؟ حبيبي ما حلقت، ايش فيك؟ ما حلقت؟ حلق انت؟ لا لا الحين متى حلقت؟ الحين الحين متى الحين؟ ما حلقت عندك؟ يلا يلا مشينا مشينا يلا بسمع يا حبيبي حنا نخمم امه هم الخمم الحين ما يدري انا لسه حاط الجوال انا نسيت جوال عندي فهمت بروح على السني ماخذ جوال بس انه هو مو بجوال جوالك هذا الفكره هو بكذا نخمم نخمم بروح على الجوال الحين بس ما تعرف تخبي مين تخمم شكرا لك حبيبي يلا فرصة سعيدة ما قصرت والله يا رخمنا طيب يا رخمنا عارف كيف الشوق يجيو يبلع ار كي يا اخي تفهم تفهم عقبال كود ريان سنتي بروروم يلا يعطيك العافية حبيبي والله مظلوم ما ادري والله لا تخش بوجه الله يرضى عليك الحين بنداها احمد بقول له اسمع عندي لك هدية عبها قلبك بينجرط بينجرط السلام عليكم مشغول شكلك مشغول كيف الحال؟ طيبين اسمع احمد
والله وجه مفقع. وقت نومه يا اخوان، وقت نومه ورب الكعبه. اسمع احمد، انا عندي هديه، ما ودي اطول عليك. بجيب لك اي هديه يحبها قلبك. هديه نجلس، هديه يحبها قلبك، بوريك اياها الان. حلو، وبمشي. طيب بس جاهز يا هديه؟ سريع تكفى. السلام عليكم. تعال 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 استاذ احمد، انتم منكم اثنين. ايوه للاسف الشديد انه في اثنين ركان للاسف. سلمت ما سلمت على المخرجه، يا على المخرجه نفس كل شيء، نفس كل شيء، نفس الدقن، نفس الشلم. هذا من التقييم، هذا التقييم. يا ولد بالله ايش رايك بشعورك الان في اثنين ركان؟ ايش رايك بشعورك؟ ايش شعورك؟ اقسم برب الكعبه اني ملخم ورب المصحف، والله اني ملخم مره. بس انا اهدى، ما عليك، ما صار. ما صار خايف من السراب. هذا متعود خلاص، هذا متعود خلاص. رايد شابه، رايد هبل، اقول لك انها هبل. رايد وش ذا؟ اثنين. الو السلام عليكم. كيف تخوي؟ كيف تخوي؟ لا لا لا، ايش فيه؟ ايش فيه؟ تصور انت؟ ايه بنصور مقطع ابو فزعتك. قاعد تبث؟ ايه بنصور مقطع ابو فزعتك. ها؟ ابو فزعتك تصور مقطع. ايه بس اصبر داخل وفيس روح. طيب ايش رايك التقويم؟ ايش رايك التقويم؟ التقويم؟ ايه ايش رايك؟ تقويم والله، والله انك والله متغير، والله والله ما كنت ادري. فين انت؟ تستهبل والله. مين ركان؟ يا غبي ركان. انا انت مين؟ ركان. انت ركان؟ تغير التقويم صح؟ جاي له تغير. متى التقويم هذا؟ اليوم مركبه. زبد خذ 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 عشان ما تعلشن. يلا يلا ثواني، انت كل خذ راحتك. حلو بنجيك بعد شوي. اساس انك طالع من جاسر فهم بس خلنا بكب النقطة نشوف سالفة التقويم بلحمها ولا مو ملاحظ شيء. اسمع ابو جسرة قاعد ياكل للحين، قاعد ياكل، قاعد تبث ولا قاعد تلعب؟ قاعد تلعب؟ قاعد تلعب؟ لا صدق؟ تصور مقطع سيناريو جراند. حلو، وانت يخرب بيتك الفترة الأخيرة جراند زي القشطة. لا هو شوف تحدي جراند، هو اي تحدي جراند فهمت؟ يبي ندخل على الناس بتقول حقين جراند حقين ام تي فهمت؟ اوكي ندخل طقطق عليهم وزي كذا، بس انه احتاج افكارك، ودي نكتب افكار فهمت؟ فانا جايب الكاميرا الان نصور نطلع افكار على السريع. وابيك انت يعني تساعدني بالافكار فهمت؟ وقبل كل شيء نسيت قلم صبورة دقيقة، ثواني بجيك. ها؟ يلا يلا افكار يقول صح؟ طيب ركان 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 تلاحظ ما في التقويم ركان 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 أكيد الحلو. مش ببيك عرفت أصلاً. يجيبوا بيننا إقلام نظامك. بسم الله تقريبا. والله مرة. إيه بس في. نفس القصة. نفس القصة نفس التسريعة. نفس الجيرسي جيرسي. نفس الجيرسي. والله إني مصدوم والله. والله يبيكم شوف مو طبيعي قسم بالله. والله. والله مو طبيعي. ما قصرت. والله الله يرحمه والله. ريان ريان. يا كريان. يا الله يعطيك العافية مجسرة. وعليكم السلام. شو الاخبار؟ بخير الحمد لله. كيف امورك؟ الله يحفظك. ايش كيف بقول؟ ابي مفتاح بس بطلع مشوار. ايش تبي؟ والله اطلع الحين تميم وجهي. تميم تروح نفس سيارتي. بس عشان التقويم جديد. ايش رايك؟ الى نصبك. كويس. الى نصبك امدك؟ اي والله اليوم مركب. الى نصبك والله ما امدى على طول. يلا ماني مطول. ها؟ تعبان اليوم انت؟ ها؟
والله صوتك صاير شكرا خلق صوت زيد تكفى لا تبت بعد شوي بنام تسمعني تسمع يا والله يا جاك اليوم رايد على اساس اني بعلق. ركز معي. خذ ذات يميني. خذ ذات يميني. والله عاد وش الثاني؟ خذ ذات يميني. تستهبل؟ يا اخي قل لي بروح هذا شيء. انا تقول لي تبيني بروح لرجولي كل يوم. وش السالفه؟ وش السالفه؟ جاي قبل ساعتين تقول لي مفتاح ذات يميني. انا جايك انا عشان باخذ منك مفتاح بطلع مشوار. استهبل مفتاح رب الكعبه ان المفتاح معك اقسم بالله لا تعب ما معي مفتاح رب الكعبه طيب اقسم بالله اني ما اخذت منك مفتاح والله ما اخذت منك مفتاح والله ركاني لا ركان اسمع ركز معي اذا هو مقطع انا جاي اخذ منك مفتاح شوف اذا هو مقطع يوتيوب قاعد تنقلبني سوي شيء بالسياره طيب بس صح مقطع يوتيوب صح طيب والله العظيم اني ما اخذت منك مفتاح لا اقسم بالله ركان ركان طيب بس دقيقه عشان ظلم ما اشوف زين ركز معي ركان إنه مقطع يوتيوب علمني ما أخذت منك مفتاح وين مفتاح يا أخي لا وين يلا خذ مفتاح دقيقة بنظر الكاميرا هنا يلا ألقى يا حبيبي فكر جنبه فكر جنبه تعال ولا تضوي بالله يلا مالي انت ايش تبغى يا وي ركان يلا كنين خفيفين ركنين تخيل انه في المقر العلم يسمي ركنين تخيل يا ويلي دقيقة بشوف فروقات جاك يلا فروق سبعة ها والله في فرق في فرق هذا لو تلاحظ والله في فرق بس تحس تقويم كيف الصوت؟ الصوت؟ ايه بعد والله كنت حاسس ان فيها مقطع يوتيوب من صار يلا ما قصرت ابو زياد مفتاح طيب وينه؟ خسي والله يلا يلا مفتاحي ركب تقويم الغبي شو هاي بالله الغبي؟ كيف شيء؟